السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعرف على برنامج جديد اسمه اوتوديسك سي اف دي. سي اف دي اختصار كومبيوتيشنال فلويد داينامكس سيموليشن. البرنامج ده بيعمل ايه؟ بيعمل محاكاة لحركة الهواء، حركة المية، حركة السوائل، حركة الغازات بالشكل دوت، هيمشي ازاي في المسار بتاعه، في الضغط بتاعه عامل ازاي، وهكذا. احنا بنستخدمه في شغلنا؟ اه بنستخدمه في شغلنا. في ناس مثلا بتعمل غرفة معينة او غرفة مميزة، بيوريك التكييف هيمشي ازاي، السبلاي هيودي منين، الريتيرن هياخد منين، فريش اير، الاكسوست، الحاجات دي كلها تمام. بس الاغلب الاستخدام بتاعه اللي انا شفته في المكاتب اللي انا شغال فيها، بندرس حركه الهواء لما يحصل حريقه في البيزمنت. ده يعتبر زي كود مشترطين كده على اساس تاخد الموافقه ان انت تدرس الهواء هيخرج منين، والحركات تبقى كافيه ولا لا، ولا محتاجين نضيف مراوح. الحاجات دي كلها بنبدا ندرسها على برنامج اوتوديسك سي اف دي او برنامج اناسيس، ايا يكن يعني البرنامج اللي انت عايز تستخدمه. طيب انت ممكن تحمل نسخه تجريبيه من اوتوديسك من الموقع اوتوديسك. طيب اول ما بتحمل بيبقى معاك بالشكل دوت، هتلاقي هنا البوت لو انت عايز تحمل ملف من اوتوديسك فولد اوتوديسك 360، تقدر تفتح فولدر وتفتح ملفات وهكذا، او تقدر تسيف الشغل بتاعك على اوتوديسك 360. هنا بقى المهم بالنسبة لنا اللي هي التعليم، الدروس التعليمية. ممكن بقى تبدأ تشوف ستارت هير، تبدأ من هنا ليرنينج باص، يبدأ يديك دروس مترتبة، توتوريالز، فيديو وهكذا. هنا هتلاقي الناس تقدر تتناقش معاهم وتسأل بعض الأسئلة زي منتديات كده خاصة بأوتوديسك. طيب لو جيت هنا في أوبشن هتلاقي إن هو بيسألك بقى على الديسبلاي سيتنج، البرسبكتيف فيو عايز تشغله ولا لأ، الشو كوردينيشن اكسس هتشغلها ولا لا، نمبر اوف ليجند ليفل، الباك جراوند كولر تقدر تغيره، اليونت هنا بقى هتشغل بالميتر، هتشغل بالسنتيمتر، هتشغل بالفوت، الريزولت يونت، الحاجات الوحدات الاخرى، فيلوسيتي، بريشر، تمبريتشر، كل الحاجات ديت تقدر تغيرها زي ما انت عايز. وممكن تقول له ريزولت يو اي او ريسيت او اوكي كانسل. طيب خلينا نيجي هنا واقول له مثلا ان انا عايز احمل الملف دوت. فاول ما يفتح ملف هلاقي قوائم زادت عندي بالشكل دوت، والاقي الشكل اللي ظهر عندي هو في مساحه العمل. خلي بالك هتلاقي عمليه الزوم تحس كده انها ايه، مختلفه شويه. ليه؟ لان هي الاعدادات اللي موجوده مرتبطه بأوتوديسك سي اف دي، او بتلاقيها في الانفنتور، او انت ممكن لو انت عايز تخليها تقول له خلي الاعداد بتاعت النافيجيشن زي اوتوديسك ريفيت، زي مثلا البرو، زي سوليد ووركس. تشوف ايه الحاجه اللي انت متعود عليها تمام. الزوم دايركشن عايز تعكسه ولا تخليه زي ما هو، زي ما انت عايز. طيب اي واحده من دول بتعمل سيلكت عليها بيبدا يجيب لك اعدادات. الاعداد دي اللي هي موجوده في سيت اب هنا، ماتيريال، باوندري، انيشال كوردينيشن، المش سايزنج، كل دول تقدر تعمل سيلكت وتقول له انا عايز مثلا اعدل في المش سايز، فيبدأ يديك الخصائص اللي انت تعدل. اي واحد فيهم تدوس تقدر تخش تعمل ايديت، تعمل هايد، تعمل ريزيوم زي ما انت عايز. الماتيريال كذلك ممكن تيجي تعمل هنا وتبدأ تختار الماتيريال زي ما انت عايز، يجيب لك منتجات الماتيريال، التايب هل هو سوليد ولا فلويد ولا ليد ديفايس، ايه الحاجة اللي انت محتاجها تمام. وانت تلاحظ انت لما تيجي هنا ممكن تختار مثلا ده يبقى فويد مثلا، او يبقى سوائل مثلا موجوده، او يبقى رياح، زي ما انت عايز. هنا هتلاقي بقى الاجزاء كلها، ممكن تعمل سيلكت مثلا على الووتر بس، على الكوبر بس. هتلاقي الووتر اللي هو جوه الازازه ديت، الكوبر ده اللي هو اللي بره مثلا. هتلاقي كل المعلومات اللي انت عايزها تقدر تعمل على سيلكت من هنا، المش هيستوري، السولف، البارتس، يبدأ يجيب لك المعلومات اهيت. وهنا هتلاقي الريزولت، تبدأ تشوف النتيجة بتاعتك للمحاكاة. الديزاين سنتر، الفيو، ممكن تقول له من الفيو هنا أنا عايز مثلا أشوفه على هيئة، يبقى نوع من شفاف، تبقى شايف المواسير اللي هي تمشي من هنا لهنا 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 وتخرج من هنا تمام. الأول احنا مكناش شايفين حاجة خالص، هنا بقى إيه بدأ يظهر معايا لما اخترت فيجوال ستايل ترانسبيرنت. ممكن تقول له اوتلاين مثلا بالشكل دوت، ممكن تقول له انا عايز واير فريم، بس الواير فريم صراحه الواحد ما بيعرفش يشتغل بيه ده، ممكن تبقى متخيل الصوره افضل.
تقدر تختار النتيجة هتبقى عاملة ازاي، الريزولت التاسكس بيبقى شكل بينهم، هو يبدأ يعمل لك المحاكاة ويبدأ يقول لك الحركة هتبقى ماشية ازاي وهكذا.